اهلا وسهلا بكم تتبعوا قناه شوف تيفي في هذا المباشر الجديد من مدينه الدارالبيضاء، بالضبط من منطقه درب السلطان. وتتعرف واحد فضيحه من فضائح البنيه التحتيه، وتشوفوا معنا بعينا ان هناك واحد القادوس اللي هو منفجع وتيخرج منه الماء بزاف، لدرجه ان شوفوا هذه الكميه الهائله ديال الماء. لتتعيق حركة السير بالنسبة للسيارات وكذلك بالنسبة للدرجات هنايا. قناة شوف تيفي تتابع معنا على المباشر من منطقة درب السلطان، فضيحة أخرى من فضائح المدينة التحتية، أحد الشوارع الرئيسية بالقرب من السوق درب السلطان. أن هناك واحد القادوس منفجع، والمسؤولين على المنطقة وكذلك الشركة المسؤولة على قطاع الماء بمدينة الدارالبيضاء. تعرف الجميع أن الشركة المسؤولة على قطاع الماء هي شركة تعمل 24 ساعة على 24 ساعة للصيانة على هاد الأعطاب هادو. وكنت تشوف معنا الكمية ديال هاد الماء، هذا تدل على أن هاد العطب كان لمدة أكثر من 5 أو 6 ساعات. كيف تشوفوا معنا تتبع قناة شوف تيفي هاد الكمية الهائلة من الماء اللي تضيع، زائد العاقلة ديال الطريق اللي غتوصل منها هادي تحية ديال 6 ديال الصباح. إلا بقى هاد العطب هاد كان واحد الساعتين حتى 8 أو 8:30 ديال الصباح، فالناس ما غيلقاوش من يدوزو، وخاصة أن حنا في صبيحة يوم السبت. وهاد المنطقة هادي هي منطقة تلعب في حركة كبيرة، خاصة بالنسبة للتجار، هنايا معروفة منطقة تجارية ديال درب السلطان. إذا نتمناو أننا منبقاوش نشوفو بحال هاد المشاهد هادو، بحال هاد الأعطاب تيوقعو، وتكون الشركة المسؤولة والناس المسؤولين أوت وتيخليو بحال هاد الأعطاب هادو يوقعو. كنشوفو معنا ان هاد المشكل هذا يقدر يتسبب في حادثة ديال السير، يقدر يتسبب كذلك في العاقلة ديال السير. إذا نتمناو من الله ان الناس المسؤولين يدخلوا واحد التدخل عاجل باش يحلوا هاد المشكل هذا. إذا تتبع قناة شوف تيفي كنتم معنا في مباشر مدينة الدارالبيضاء، وبالضبط من منطقة درب السلطان. تتعرف في هاد اللحظات وهاد الفضيحة من الفضائح ديال البنية التحتية، واللي هي هاد القادوس هذا المنفجع، وهاد الكمية الكبيرة ديال الماء اللي ضاعت منه. كيف تشوفوا أن هاد بسبب هاد الماء اللي تتعاقل الحادث ديال السير، ويقدر كذلك يتسبب في حوادث ديال السير. جدا فهنا الناس المسؤولين والشركة المسؤولة للحفاظ على الماء بمدينة الدار البيضاء أن تدخل وتدخل عاجل وفوري لفرق هذا المشكل هذا ولا لحل هذا العطب هذا. كتعرفوا أن الشركة من 24 ساعة على 24 ساعة إلى 30% الهائلة ديال الماء تتبين أن ساعات وساعات وهذا الحادث هذا فظيع ولا واحد من المسؤولين اللي جا ولا حاسد. إذا تابعوا قناة شوف تيفي إلى هنا، أستودعكم الله وإلى اللقاء في بشر آخر إن شاء الله.